نحمده فوق حمد الحامدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك وأناخت برحلك. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام على بنات الرسالة. السلام على زين العباد وقائد المسيرة بعد استشهاد الصف المذبوح ظلما وجورا. السلام على زينب الحوراء الصابرة العالمة غير المعلمة. السلام على العابدة الزاهدة. السلام على المرأة المقاومة والسيدة الجليلة والباكية العظيمة زينب عقيلة الطالبين، الإنسانة الفاهمة غير المفهمة، التي بكت وأبكت معها ملائكة السماء، لكنها كانت الصابرة المحتسبة المتقيدة تمام التقيد بتعاليم الإسلام والمعصوم عليه السلام. زينب التي حولت حزنها إلى وسيلة ومنهج يستقيه الثائرون على مدى الأزمان لمقارعة الظلم والطغيان. زينب التي نقف اليوم لحزنها هي زينب التي وقفت أمام أعتى طاغ في زمانها دون ما تردد أو تراجع، وهي التي دافعت عن الإمام المعصوم زين العابدين عليه السلام حتى لا يصاب بسوء. زينب هي مسيرة امرأة عالمة شجاعة امتلكت كل معاني الإنسانية والحب والحنان، لكنها حولته إلى منهج يحقق من خلاله ما رسمه الله تعالى وفق تعاليم المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. زينب التي ناحت على الحسين وبكت عليه بكاء الثقل لأنه صدق الرسول وإمام زمانها بقية أمير المؤمنين عليهم السلام، ولأنه بعد ذلك شقيقها، وأي شقيق هذا؟ خرجت بعنوان لم يسجل التاريخ له أبدا لترفع الجسد الطاهر قائلة: اللهم تقبل منا هذا القرآن. زينب وأخواتها مررن بمواقف صعبة لم تمر على أحد من طوال التاريخ، لكنهن سجلن في الوقت نفسه ثباتا حسينيا أصوليا خالدا بخلود الثورة الحسينية. إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام ترسل دائما لنا رسائل عدة لا يمكن للتاريخ أن يتوقف أمام تلك الرسائل إلا ويستحي منها طول دهره. منها أن الإسلام يجب أن يكون أغلى ما عند أي إنسان مهما غلت تلك الأثمان، فالإسلام يبقى هو الغالي الذي يضحي من أجله الإنسان بكل ما يملك، ولو كانت تلك روح الإمام المعصوم عليه السلام. اليوم ونحن في عالم متطور، عالم متحرك، علينا أن نستعد دائما لجميع الساحات الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها، استعدادا نكون معه قادرين على أداء تكليفنا الشرعي. وفي هذا الجانب اليوم نعيش تطورا تقنيا هائلا يشهده العالم، وهذا التطور لن يتوقف، بل هو في ازدياد كبير، وهو مصدر كبير جدا للمعلومات، ولكنه في الوقت نفسه مصدر كبير للفساد والجهل. ليس المطلوب منا أن نغادر هذا العالم التقني، بل أن نكون فيه، ولكننا نكون فيه فاعلين متعلمين حسينيين في كل جنباته.
فهذا العالم الافتراضي التقليدي يشكل إحدى المعارك الثقافية والسياسية والدينية بكافة أنواعها، فإما أن نستقي منه ما نرتقي به من علم ومعرفة وأن نكون فاعلين فيه ونكون هذا العالم يتطلب منا أن نتعرف على أدواته لنكون فاعلين فيه، أو أن نكون فيه جهال ومتلقين لكل غث وسمين. يتطلب هذا العالم منا أن نتعرف على أدواته لنكون فاعلين، ويفرض علينا أن نكون متحصنين بالعلم أكثر من أي وقت مضى، لأن في هذا العالم تشتبك فيه وتتداخل كل القوى، ومن يسيطر على هذا العالم لا يريد الإسلام والأمة خيرا. لذلك علينا أن نتعرف على أدواته وأن نستخدمها الاستخدام الأمثل، وأن نعرف حدود استخدامنا فيه ومع من نناقش ونتحدث. فلا يمكنني دون اطلاع أن أناقش مشككا أو ملحدا أو منحرفا، فهذه معركة افتراضية تنعكس على واقع العالم والأمة والفرد والأسرة. لذلك يجب أن نكون فيه فاعلين. ثانيا، إن القوم الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام كانوا يتلون القرآن ويقفون للصلاة، ومن الممكن أنهم كانوا يؤدون جميع الفرائض في وقتها، إلا أن ذلك كله عن جهل وعدم معرفة، بل هي حركات خاوية لا معنى لها، وأنتم ترون ذلك اليوم كمثال صارخ لمن يأكل الأكباد ويقتل الأطفال ويفجر في الأسواق تحت راية الإسلام. لذلك فمطلب الحسين دائما كان الإيمان الواعي، الإيمان المنطلق من صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إيمان منطلق من صيام يحس الإنسان فيه بجوع أخيه وحاجته ويرتقي فيه درجات، إيمان يحرص على المجتمع وقيمه، إيمان لا يباع بدينار ولا درهم، كما باع شريح القاضي دينه بثمن بخس. زينب هذه الليلة بين ظلمة الليل وظلمة غياب الحسين عليه السلام، زينب هذه الليلة في فراق الأحبة وأي أحبة، زينب الليلة لا كافل لها بعد أن سقط الكافل على شاطئ الفرات، مسجلا موقفا يهتف على مر التاريخ: هنا كان العباس بن علي عليه السلام يفدي الإسلام وإمامه بروحه ودمه. زينب الليلة تهدئ الأطفال الذين فارقوا الأحبة، زينب الليلة تنظر الأكبر والقاسم والشبان والرضيع على بوغاء كربلاء. السلام على قلب زينب الصبور. إلهي بحق زينب، إلهي بحق آلام زينب، إلهي بحق دماء كربلاء، صل على محمد وآل محمد وفرج عن أحبتنا في قعر السجون. إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل عبدك وابن عبديك عيسى بن أحمد قاسم في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعل عبدك وابن عبديك عيسى بن أحمد قاسم في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعل عبدك وابن عبديك عيسى بن أحمد قاسم في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.